وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المولاني. أهلا بك سيدي الكريم في نشرة الثامنة. إذن يعني حزمة مشاريع كبيرة منها السياحي ومنها أيضا ما يخص مجالات أخرى، كيف ستساهم هذه المشاريع التنموية الكبرى في خطة التعافي الاقتصادي، وما مدى أهميتها في توسع القطاع الصناعي والتجاري في البحرين؟ مرحبا. طبعا في الفترة الأخيرة، مع الجائحة، قامت المملكة بطرح عدد من الحزم المالية والاقتصادية اللي كان هدف منها دعم الاقتصاد والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، وخاصة المحافظة على يعني الدورة الاقتصادية. وشفنا هذا يعني متجلي في المسألة في أول 6 شهور من هذه السنة، حيث أن النمو الاقتصادي كان بمعدل 5.7% كنمو حقيقي على أساس سنوي، وهذا يدل على أن البحرين بالفعل ابتدت من هذه السنة في مسيرة التعافي. ضف إلى ذلك طبعا الإعلان الأخير عن المشاريع الكبرى. هذه المشاريع تأتي يعني لخلق وظائف ذات قيمة مضافة للاقتصاد، وهذه مهم جدا لمملكة البحرين. لأن مملكة البحرين تزخر بالكوادر يعني المؤهلة أكاديميا وتقنيا للاستفادة يعني من قدراتهم. فهذه من ناحية، ومن ناحية أخرى طبعا هو مواصلة النمو الاقتصادي وزيادة الدخل بشكل عام. ونأخذ مثلا مثال واحد اللي هو قطاع الصناعات التحويلية. فالبحرين فيه اليوم أكبر مصهر الألمنيوم خارج الصين، وهذه يعطينا يعني دور أو يعطينا قوة في هذا القطاع. وقام واحد من المشاريع الكبرى اللي أعلنوا عنها وهي منطقة صناعة تحويلية، بحيث أن احنا نقدر نستفيد من هذه يعني القطاع اللي يمثل اليوم حوالي 19% وننميه بشكل أكبر، ونحاول نخلق فرص فيه أكبر. نعم. فهذه بشكل عام يعني قيمة اللي بتنضاف مع هذه المشاريع. نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور علي المولاني، شكرا جزيلا لك.